بعد تحقيق الاكتفاء المحلي، مجمع تحكوت يضع استراتيجية لاقتحام السوق الإفريقية بتصدير السيارات المصنعة محليا. عرض آخر الموديلات وقطع غيار لمختلف الماركات، سواء تلك التي ينتجها المجمع أو حتى علامات أخرى، صنعت الاستثناء في المعرض الدولي للمناولة الذي يقام في سافيكس. مجمع طحكوت يصنع الاستثناء مرة ثانية باعتماد استراتيجية تصنيع تعتمد أساسا على تغطية كاملة للسوق الوطنية في إنتاج السيارات. المجمع وبعد تحقيق الاكتفاء الداخلي يفكر جديا في اقتحام الأسواق الأفريقية خاصة المجاورة منها بتصدير جميع أنواع السيارات المصنعة محليا. نرد الطلب الجزائري، طلب السوق الجزائرية، ورام كاينين بزاف علامات، 5 ولا 6 علامات رام ديجا ينتجوا في الجزائر، يركبوا السيارات في الجزائر. دابور نريبونديو لهذا الطلب، ومن بعد بمرحلة كمرحلة ثانية إن شاء الله نجوزوا للتصدير للدول الإفريقية وشبه شبه صحراوية قريبة للحدود الجزائرية. مجمع طحكوت الداعم للإنتاج الوطني يضمن أيضا قطع غيار لجميع علامات السيارات المصنعة محليا، سواء تلك المنتجة من قبل المجمع أو حتى العلامات التجارية الأخرى، بداية من القطع البلاستيكية وصولا لأجهزة الراديو الرقمية المتطورة. عرضنا العلامات تاع لي كومبوزون دو بيس دو روشانج اللي نظمها وخلق ودارها الجروب تحكوت. اولا عندنا شركه مولتريكس، هي شركه اللي تخدم لي زيكرون تاكتيل بور توت لي مارك اوتوموبيل. نقدروا نخدموا بور لي مارك، بور لا مارك سوزوكي ولا مارك هونداي، ميم لي زوتر مارك اوتوموبيل. سي اون برودكسيون الجيريان وراهم في شراكه معنا مع المجمع تحكوت. عندنا شركة واحدة أخرى اللي هي شركة اللي تخدم لي بلاكيت دو فرا بور با موان دو 22 مارك ديفيرونت اي بلوس دون سونتين دو موديل. نقدروا نخدموا لهم لي بلاكيت دو فرا. عندنا شركة واحدة أخرى تخدم لي سياج، وعندنا شركة تخدم لي لوبريفيون اوتوموبيل. هادو ما كاع تابعين المجمع تحكوت يخدموا هنا في الجزائر، اللي رانا نعرضوهم على العلامات تاعنا دابور تاع المجمع وعلامات واحد اخرين اللي راهم اكزيستون هنايا في المارشي الجزائري. وعندنا ثاني شركات واحد اخرين راهم في طور الانجاز. عندنا شركه رايحه تخدم لي كابلوري، لا كابلوري الكتريك تاع كاع لي فيكول اونت اوتر لي فيسو. وعندنا شركه واحد اخرى رايحه تخدم ميم لي فار اي لي فو اريير. مشاركة مجمع طحكوت في المعرض الدولي للمناولة صنع الاستثناء بعرض جميع منتجاته، بداية بآخر موديلات السيارات المصنعة محليا، وصولا إلى قطع الغيار ذات الجودة العالية والعالمية.